اسم اللي خلق الخلق شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وادي حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي. ومرات خاله ومراته وبنته وحبسهم
وسفرهم برا البلد. انت جرى له ايه؟ اتجنن ولا جاله لطف؟ ما اظنش حد يعرف السبب، الكلام كتير والناس بتهترس وكل واحد بيقول رواية. وهو فين دلوقت؟ تلاقيه في الدوار يا ست. اندهيل الغفير شرف، ده الوقت اللي لازم تدرى فيه اي خلافات بين الحسيني، ويبقوا كلهم يا عمدي على قلب رجل واحد، وده اللي واحد السوالم والعرفانية زمان خلاهم يظهروا على السخوية ويقيدوهم بسلسلة واحدة مسكها عمد الحسيني. صحيح مسكوهم مشيخة البلد، لكن دي كانت لقمة بيلهوهم بيه وقت اللزوم، لما يبان للسخوية أي دقة لوع هيسحبوا السلسلة دي ويضربوهم بيه. كلام معقول يا أبو سادك، وليه اللي كان مفروض يكون بيني وبينك من زمان، بس انت خدت وقت على ما فعلته. الحمد لله أنك وزنت الأمور في دماغك. هنقول عفو الله عما سلف عن أولاد النهاردة واللي فات مات. وأنا من السعادي ابن عمك وأخوك اللي هيعوض غيبة شاهر وعبد الله، ودراعي دي اللي انت هتضرب بيه كل اللي يعديك. خلاص احنا هنقول الكلام ده بعد صلاة المغرب في الجامع قدام اهل البلد كلهم عشان يكونوا شاهدين علينا. بالاذن يا سيدي. عاوز ايه يا شرف؟ مشان اللي عايز جنابه في ست الحاجه الكبيره هي اللي عايزاك كده. طيب بالاذن يا ابو سعد، 5 دقايق اسلم فيهم على الحاجه، لسه راجع من طنطا واجي لك على طول. اتفضل يا عمده. وخد بالك احنا كده كده هنتقابل في صلاه المغرب، خد راحتك وحمد لله على سلامه الحاجه والسلام اماني. طيب طيب ابو سعد في رعايه الله. سلام عليكم. عارف السلام. سلام عليكم. السلام عليكم. ادي كل اللي حصل يا ابو، اظن ما حدش يقدر يلومني واني بحمي عموديتي. امنع الكلاب تشبط في ديلي وتنعش في سمعتي. تقوم تعمل اللي عملته يا ولا؟ خالك واخوك وبنتك في ساعة واحدة؟ أنا عليك لحمك يا فتح الله. أنا ما هلش عليا إلا الاستهام بي يا حاجة. يرضيك كده بس يا رب. أتحرم من ولادي اللي شايلاهم اليوم يشيلوني هم فيه. ولد في السجن، ولد في المنفى، وبنت ضيعة ووجع في بير ملوش قرار، والكبير بيقطع في لحمه وخدته شهوة الظلم وغير جلده في يوم وليلة. دي أم يا حاجة، الحنية وضعف عينيك. لكن أنا شايف رقبتي مسؤولية بلد وناس وأرض، اتعلمت ازاي سايس وحفظت دروس السياسة، وكان أول درس على ايديك انت لما جردتيني من ايديا وقعدتيني على كرسي العمودية وقلت لي احقب احقب. علم الناس يهبوك وينفذوا أوامرك، احمي ظهرك بإيدك وإياك سامح اللي يقلب عليك بيخونك. ماني ما عملتش غير كده، يبقى بتلوميني عليه. الا لحمك يا فتح الله، لحمك. لا لا يا فتح الله. وانا يا بنت فيه انا عملت فيهم ايه؟ نعشتهم مصمصت عمهم، كل اللي عملتهم يبعتهم عني عشان ما يزونيش، ما يكونوش السلاح في ايدينا اللي بيعدوني يضربوني بيه. بعدين وديتهم فين؟ لأماكن تليق بيهم يعيشوا فيها معززين مكرمين مالكين حريتهم أكتر من هنا ألف مرة. صدقيني أنا في الوقت نفسه كنت بحميهم. عندك شاهر مثلا؟ ماله شاهر؟ كل اللي جاي في دماغك اني بكرههم وغيرهم منه ومش طايقه، مش كده؟ ما جاش في بالك اني بعدت في الوقت المناسب عن عباس السخاوي واللي معاه اللي طالبين دمه ومتربصين له. طالبين دمه ومتربصين له؟ ليه؟ مطرهم راح مع اخوه. مش مكفيهم، عاوزين 2 قصاد 2.
واخر ده كله ايه يا ربي؟ مادام حطوه في دماغهم مش هيسيبوه، هيدوروا عليه لغاية ما يلاقوه ومش هيرحموه. وانا رحت فين يا حسن؟ انا رحت فين؟ زي ما بعته هو وخالي وبيته بعت وراهم اللي يحموهم ويحرسوهم. صحيح يا فتح الله. يمين بالله، يمين بالله على كتاب العزيز ان كل كلمة قلتها لك سكت في سكت. واني بعلنها قدامكم جميعا اني اختار صابر صادق الحسيني ابن عمي عشان يكون نائب ليه، نائب لعمد البشنين وزمامها ليه اللي ليه وعليه الطاعة. واني شاهد على العهد ده وكلكم شاهدين. نقرأ الفتحة. أمنت بالله أنا اتفاجئت، أول مرة يا ولا يا جولي أحس إني اتعطلت، بقيت عامل زي الأطرش في الزفة، الدنيا بتلف حواليا وأنا مش فاهم حاجة. الحكاية بسيطة يا أبو عبد خالق، فتح الله الحسيني عاوز يستجوب الحسينة كلهم وما يخليش فيهم حد ضده، وصابر معاه معظم السوالم. ده اللي يوديك له التفكير الواعر السليم، انما الحقيقه مش دايما ماشيه في السكه، الحقيقه بتبقى بسيطه وباينه زي الشمس، لكن احنا اللي بنتوه روحنا نلف من وراها فما بنشوفهاش. يا سلام على مخك النور يا ابو عبد خالق، عقلك بيبرق زي الالماظ الحر. علي النعمة من نعمة ربي، ما فيه زيك اتنين في البر كله. طب يلا يلا اخوان روح لصابر الزفت ده، انا مش طايق ابقى قاعد هنا وعامل زي اللي ترى الله في برسمه. عارف عارف طب خد يا ابني روح يا ابو الخير يا ابو الخير. ايه في ايه بتزعق ليه؟ راسي اتفرجت نصين والدم محميني. اللي زي ده ما عادش يغيط ولا يجرب له علشان يتعلم الادب. قال طول الله في برسيمه قال انت ما كانش ينفع لك العصايه، انت كان لازمك فاست شق نفوخك نصين كده برضه. يا بعض خالك دي اخرتي، شايف الدم من الخير؟ ايوه شايفاه، بس ده ما يخوفش. ان شاء الله يتصفى نقطه نقطه. يلا اتنيل وروح لمرات خالك خلاها تكتبهولك بشوية بن. سلامتك يا جولي، سلامتك يا اخويا. تستاهل على رأي اللي قال الملف السعد، وانت بتطص الكلام زي الطوب. انت عورته بكلامك زي ما هو عورك بالعصاية، تبقوا خالصين كده برضو. يا ام الخير يرضيكي، وانا اللي قاعدة اتمحلس له قليلي جمعتين ومستحمل رزالته وطولت ايده، وكله عشان خاطرك. عشان خاطراني؟ ليه بقى يا فصيح؟ ليش لما قلبه يحن ويرضى يجوزني؟ والله ما انت فاهم حاجه، لعلمك بقى يا مخ نور، ابويا وامي مش هما اللي معارضين، اني مش رايداك. خلاص يا بت. انت برضو لعلمك بقى هتجوزك، يعني هتجوزك ان ما كانش النهارده هيبقى بكرة، برضاكي أو غصب عنك. وبعدين واحدة غيرك ما تصدق، هو في حد يستجري يهبو بناحيتك بعد ما انحست عبد الله الحسيني؟ يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا خطو عزيزة أبو الحاج. يعز مقدارك يا أبو فتحي، يعني ما جاوبتنيش. لا جاوبتك، بس أنت اللي مش عايز تسمع الحقيقة ورايد تسمع اللي عايز تسمعه بس. كلامك ملخلخ ومش ماسك بعضه يا صابر. اسمع بقى يا حاج، بقى انت كبير السوالم. ايه نعم؟ يعني كبرنا. ايه نعم؟ واجبك علينا ان احنا نوجرك ونشاورك، واني دخلت لك دغري في الموضوع وقلت لك اني غرضي نلم كل الحسيني ونخليهم ايد واحده لحد ما نطرد سخاويه الزاويه ونرجعهم مطرح مكانه، وده اللي خلاني اتفق مع فتح الله. يعني ده
اتفاق مؤكد بس على الاجل لغايه اما نشوف نتيجته. مش جايز ينفع ويفيد البلد والاهالي والكل يختار انه يفضل. ايوه يفضل وحلم العموديه يطير زي الدخان في الهواء. كل شيء باوانه ابو الحاج. اي نعم. بالمناسبه يا ترى فتح الله رد لك حجج الارض اللي كان خدها من الحجه؟ ردها من بدري. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. اتمسوا بالخير. يا ريت تكون من اهله. تعبين معك يا امه. عدل ولا خطية؟ نفيك لأهلك جسوة ولا حماية؟ فيها جسوة بس فيها عطية. واني بحمي حجي ومش حكوه في عماية، وحجي عليك الطاع والمططية. واللي عملته ده عدل ولا خطية؟ السلام عليكم يا سيدنا. السلام ورحمة الله. ازيك يا مندوب؟ انت بعد عننا ليه؟ لازم ابعت لك حد عشان تيجي. العفو والسماح يا سيدنا، اني كنت مشغول شوية مع الصعيدي، كنت بمرنه واحكي له واعرفه بالناس. ولقيته ايه يجي منه؟ ده جن مصور، زي ما يكون مولود هنا وساح في البراري وبراها ولف بر مصر كله. هاي شغلة المراقبي، بتعلم صاحبها كل حاجة. ما هو مش مراقبي وبس، ده صياد كمان يا سيدنا، يعني صبور، رامي حمله على اللي خلقه وملوش في الخبص والكسب. هيبقى نقطة مندوة. خلاص احنا عن قريب نجربه ونمتحنه. اللي تشوفه يا سيدنا. زي ما يكون الناس اتبدلوا، راحوا وجم غيرهم. مش يمكن انت اللي اتغيرت يا عمدي؟ ماني هتغير ليه ان شاء الله. شوف انت بقى. هتشوف ايه؟ انا جاي افضفض معاك بالكلام، تقوم تحلقين اكتر، ما تقول اللي في بالك. مش جايز اللي في بالك، ما يعجبكش. فهمت اللي في بالك، بس ليه؟ مش على بالي. اصبحي على خير. صحيح يا عم، هو انا ما اشوفش كلامك ولا اضحك معاه الا ما تزعق فيا وتكسفني. بص انا مش ناقصك ومش ناقص لا فرفشه والمليافه. هروح اصلي بكره ان شاء الله صلاه الفجر واجيلك نقعد نضحك ونعمل كل اللي انت عاوزاه. الحاجه يا ست الحاجه. الحاجه يا صديق. مش سامعه الخناقه اللي دب بين سيد العمده والست الجازيه؟ سامعه، ده موال ملوش اخر. لا وايه؟ البنت راضيه اللي تنجرس واقفه حدا باب الجاعه وعماله تصنط. يا دي الفضايح، حتى في انصاص الليالي. انت بجاتي حاجه صعبه؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. ما مش معقول اللي بتعملوا فيا ده يا عمري. انت مش شايف ان الزراعيه ولا الجوز تبليه؟ انا برضه بتجعين عيال عيالكم. ايوه بس ما عرفش يرضيكي. ما جالكيش ان الجاري ولا العمده وسط الضهر والزعيم وسط الضهر قدام الخدم والجوالي؟ لا ده انت زودتها جو وخليتها خال. طب اتلمي اتلمي وادخلي مجالك احسن يمين بالله. ما تقولهاش انت يا عمري، انا من صباحيه ربنا هاخد ابني واروح على دار ابويا وهقولها لك زي ما قالتها لك المصراويه. انا في المحروس واللي عايزني يجيني. ارتاحي، ما حدش هيجيلك. وانا بقولها لك من دلوقتي، لو سبتي الدار من غير اذني مش هتعدي بيها تاني. ابقى اخر الاخبار وخلصني باختصار كده. جنابك تطمن،
مفيش اي حركه ولا لفته بتحصل هناك الا وعنينا عليها. بس انا ليا راي، يا ريت تسمعه للاخر. اسمع يا علوان. حاضر يا شرف. عمرك يا سيدنا. فين سيدك حسن؟ بره يا سيدي، بيحط شنطته والزواده في الكاريته مع شهاب. بروح اداله. عمرك يا سيدي. معلش يا علوان، اجل كلامك لما ارجع من السفر. على فين العزم يا سيدنا؟ مشوار لكفر الشيخ وارجع. حضرتك عايزني يا ولا عمدي؟ انا جاي معاك كفر الشيخ. يا اهلا وسهلا. بس خير، هو في حاجه حصلت هناك؟ لا لسه هتحصل. الكل طفح وانا الهوان. ياه، ده ايه الجمال ده كله؟ ماني اصلي ما كنتش شفتها غير مره واحده، وهم لسه طالعين بالدور الاولاني، وما كانش باين فيها اي حاجه. انما دلوقتي شايف قصر ولا فيلا كبيره بجنينة وحاجات ياما حلوه. قلت في عقل بالي يا سلام، الحب ده بيعمل كل حاجه. وافتكرت الحكايه اللي قريتها في كتاب المطالعه عن امبراطور هندي اسمه شاه جيهان، كان مغرم بمراته ممتاز محل. ايوه اسمها كان كده، ممتاز محل. ممتاز محل دي فجأة عيت وما قعدتش كتير في عياها، وربنا اختارها. شاه جيهان طاش عجله من حزنه عليها وبنالها قبر. قبر انما ايه، غاية في الجمال والفخامة، سماه تاج محل. والدنيا كلها انبهرت بيه، وبقوا السواح اول ما ينزلوا على الهند يجروا على البلد اللي اسمها أجرة عشان يتفرجوا على تاج محل اللي بقى عجيبة من عجائب الدنيا. ويفتكروا قصة الحب اللي كانت بين شاه جيهان وممتاز محل. ولا في الأحلام. كنت فين يا حسن؟ أنا طلعت أتفرج ونزلت، لكن إيه ده كله؟ أنا عمري ما شفت القبعة دي قبل كده. صحيح الحب بيعمل المعجزات. لا معجزات إيه، بقول بيعمل تحف. يجوز شلونك يا حسن أبويا أبو علي، بس بتحبها وبتموت فيها كمان. طب عيني في عينك كده تقدر تنكر؟ يا ميدي يا شيخ حسن، أنا دلوقتي ندمت بس إني طلعتك من الأزهر، بقيت بيجح وقليل الحي. قليل الحي؟ ليه؟ هو أني لا سمح الله بتكلم عن حد قد جماعتك الست نوراي؟ بالحق أنت معلق يافطة مكتوب عليها الست النور الهدى ليه؟ هو ده اسمها الحقيقي؟ لا طبعا، اسمها الحقيقي نوراي، بس ده اسم تركي ولقيته هيبقى صعب في النطق. قلت بدل ما أهلي باشين يطجنوا في نطقه أختار لهم اسم عربي سهل. فكرت في منيرة بس ما نفعش، وهي كمان ما حبتوش، لغاية لما جاء على بالي اسم نور الهدى. الله، استعليته. وهو فعلا حلو. الا بقى هي شافت الفيلا؟ لا لسه، بس أنا كلمتها في التلفون وقلت لها إن كل شيء جاهز وتمام التمام، واتفقنا إنها هتيجي الخميس الجاي إن شاء الله. بعد إذنك يا بلعمدي، اسمح لي كده أتحدث معاك في موضوع، بس من غير ما تغضب مني. عارفه، بس يا ريت أشيله شوية لغاية لما أكون دماغي راقت وهديت.
Excuse me, Your Highness. Yes, Miss Rose. I'm not going to accompany you. I couldn't leave there. So please, accept my resignation. But I thought that you're happy here. Are you sure? Yes, I'm sure. Living in a village, not suitable for me. No, Miss Rose. We are not going to live in a village. We are going to live in a city called Kafr Sheikh. Even so, I'm sorry. I can't. Please, don't put me under pressure. No, Rose. I'm not going to put any kind of pressure on you. You can leave any time you want. And I think now you can go and take your salary and your reward from Mr. Latif. Thank you. I'm going to pack my luggage and leave. Thank you again for your hospitality. Goodbye. Goodbye. هي كانت بتستقيل صح؟ ثانكس جاد. مس روز نرس كويسه، لولا العنجهيه الانجليزي اللي هي فيها دي ما كانش هيبقى فيه نرس زيها. قوليلي بقى كنت عايزاني في ايه؟ سمول برنسيسه. مالها؟ ساعات جد بتستنجد بسموك وبتقول انها في حاله وحشه خالص، بترتن بالتركي ونازله عياط. ليه بس يا تيزا؟ هو ايه اللي حصل؟ حصل شك في صميم قلب حضرتنا. حصل الدنيا بقت ظلام، شمس كان طالع، وبعدين غطاس صحاب اسود غطاس. اسود غطاس برضو يا تيزن؟ ايفت حبيبي، مش غطاس بس، اسود كحيل كمان. اسود كحيل العين؟ ودي تتغنى ازاي بس يا تيزن؟ ايدي نوراي، انت اضحك على حضرتنا وكمان اعمل قفشات. لا تطلع ايه قفشات دي؟ قصدها قفشات سمول. ودي سمعتها فين؟ اكيد من الهانم وصفتها راوية هانم. ايجي بنت انت وهي، ازاي اوقف بينا واحشر نفسك في كلام؟ يلا سكتر بر. حاضر سموك، ما تزعليش، يلا بينا. وانت كمان نوراي هانم، مبسوط فرحان، وكمان اعمل قفشات عشان هتسافر بعيد في براري مهزوك حضراتكم. في براري مليان ناموس اقرص وذئاب قوي. معقولة يا تيزم انا افرح عشان حسيبك؟ ده ربنا عارف فراقك صعب عليا قد ايه. لا نوراي حبيبي، مش قول كلمة فراق دي، مش احب اسمها تاني. طب تعرفي يا تيزم المسافة بين المحروسة وكفر الشيخ ما تزيدش عن 3 ساعات، يعني مش دي المسافة اللي تبعد بينا. يعني انت اول ما توحشيني او انا وحشك اوام نحط رجلنا في الاوتومبيل ونبقى في حضن بعض. صحيح نوراي، كلام دي مظبوط. طبعا يا حبيبتي. طب انا هضحك عليكي ليه؟ بس مش اقدر اعمل المسافه دي كل يوم. حبيبتي يا تيزم، يعني انت عايزه تزوريني كل يوم؟ يفات حبيبي، انت ومصطفى بيك، مش اقدر ابعد عنكم. معلش، هي الظروف كده، نعمل ايه؟ لا، الظروف دي مش امنا حضراتنا من طلعت مصطفى بيك. انت عاوز سافر مع حضرتهم ده؟ روح سافر، اتمتع مع حضرتهم ده. أناني ومش أحب إلا هو، لكن مصطفى بيك يفضل هنا. يعني إيه يا تيزم؟ أنت شكلك كده جاتلك نوبة الهبل التركي. خلاص من فضلك سيبني دلوقتي. طب والله ما أقدر أسيبك وأنت زعلان. هتجيبي بوسة يا تيزم. روح بعيد، امشي. طب لو صممت يا سمو الأميرة. يعني إيه صممت؟ هو ده كلام يخش العقل؟ أسافر لوحدي؟ ولما أبوي يسألني عنه أقول له إيه؟ تيزن كسمات صممت ان الولد يفضل معاها؟ لا طبعا، مش معقول. طب انا اقول لك على فكره، ايه رايك تسافري بعد بكره؟ هي رايحه حفله عاملها الملك فؤاد للاسره العلويه. انا بفكر اسافر بكره قبل ما تصمم ان انا اروح معاها الحفله. سمو الاميره برضو، انا مش جمعتكم كلكم ونبهت عليكم محدش يناديني باللقب ده، وان الوحيده اللي تناديها باللقب ده هي برنسيس كسمات. سامحيني، مش عارف اقول لحضرتك يا ايه. يا هانم حضرتك بس قولي بقى في ايه. سمو البرنسيسة عايزة حضرتك عشان صفية هانم جت. اخيرا يا صفية عائلتي ورجعتي. يا حبيبتي يا نوراي، بتتخيلتش يا بنتي كنت وحشاني قد ايه. والله انت وحشاني اكتر. قوليلي بس الاول، مين اللي اقنعك انك تشيلي الوساوس اللي في دماغك ضد لطيف بيك؟ اقولك بصراحة، يا ريت. سمو البرنسيس، انت اكيد بتهزري. صدقي بجد انا مش عارفة ايه اللي خبت عليكي. بيدي زي كل كلام زي دي. صفية هانم حضراتكم مش مظبوط، حضراتكم واحد ست خباص. الله الله الله، ليه بس كده اسمها برنسيس؟ ده انا قصدي خير. جرى ايه يا تيزا؟
وانت زعلانه ليه بقى ان هي تقول لي؟ علشان انا ما كلمتها في تليفون قلت لها صفيه هانم مش تجيبي سيره لحد، دي كلام شريف لازم كتمان سر عشان قضاء حاجات. قضاء حاجات ايه انت اذن؟ قضاء حاجات دي كلمه معناها وحش خالص يا نوراي، بطلي بقى تعكسيها. شفتي صفيه هانم، هي طول النهار اعمل قفشات واضحك كركر. انا اروح اشوف مصطفى بيك عشان مش احب مقاس ستات لما يعملوا قفشات. يبقى حكايه القفشات دي بقى ستاني، احكي لي. احكي بس احكي لي انت الاول، ازاي لازم اقنعتك ان لطيف بيك مظلوم وان انت مظلومه؟ هقول لك بعدين، بس لازم تعرفي ان اسمه الاميره هي لزقت لطيف عشان خاطر يصالحني. بصراحه فهمته ان موضوع الخلفه ده لا بايده ولا بايدي ولا بايد حد، ده بايد ربنا وحده. فهمتني انا كمان ان العشره اللي بينا لازم تدوم رغم كل شيء. ياه، تصدقي بعد السنين دي كلها في حاجات كتير قوي في شخصيه تيزم انا ما اعرفهاش. انا مستغربه انت ازاي مندهشه قوي كده، خدتك ست طيبه قوي واعمال الخير اللي بتعملها دي كلها تشهد لها. ما تاخديش في بالك، تصدقي طلع في دماغها ايه النهارده؟ انا شخصيا اتوقع منها اي حاجه. انا عايزاني اسافر كفر الشيخ لوحدي واسيب لها مصطفى معاها هنا في المحروسه. عايز تسافر معاها وسيب انا كسمت مصطفى بيك؟ انا مش ليا حبيب غيرك، مش باقي حد حواليا، دنيا بقت فاضي، وطن مفيش، وطن احباب راح. نوراي هانم امشي وخوز عزرتكم معاها، روحوا هناك في بلد بتاع حزرة شيف عيشوا في سعادة ومش فكروا في كسوة. طيب ما تروحي معاهم سمول. ايدي بنت قليل، هيا ادب سيس دكتور بره. والله يا فندم ما كان قصدي نتصنط على حضرتك، ده سمو البرنسيسة نوراي بعتتني اشوف مصطفى بيه لسه نايم ولا صحي من النوم. لازم دقات على باب، اعمل صوت مش ادخل اتسحب زي واحد حرامي. يلا دكتور بره. حاضر انا همشي، بس نفسي اقول لحضرتك كلمة صغيرة، يا ريت سموك تسافري معاهم كفر الشيخ يا سمو الامير. انا قلت الكلمتين دول من هنا وراحت هي متدورالي ونزلت فيها بستفى وتهزيم في الاخر كرشت. معقوله؟ والله العظيم هو ده اللي حصل يا ست هانم. طب خلاص امشي انت دلوقتي يا سعيد، تحت امرك يا سمو الامير. ها شفتي يا صفيه، ايه رايك بقى في اللي بيحصل؟ رايي في ايه بقى؟ انت سمعتي بنت سعيد بتقول ايه؟ بتقول ان البرنسيس غلبته وانبتها وطردتها. وانت فاكرك انها زعلت من الكلمتين اللي سمعتهم من سعيد؟ لا طبعا، هي غضبت بس عشان البنت دخلت عليها من غير استئذان. بس والله فكره مش بطاله، في ايه يعني بدل ما قاعده في السرايا هنا لوحدها معاش غير خدامين تروح كفر الشيخ معاكي تتونس بيكم، وانت كمان على الاقل مش هتحسي بالغربه وهي معاكي. معاك حق والله يا صفيه، مهما كان طبعها التركي واصرارها مرات انها تتدخل في اللي ملهاش فيه، لكن بحبها قوي وروحي فيها وما اقدرش على بعدها. يبقى خلاص قومي اعرضي عليها الموضوع شوفيها هتقول لك ايه. برضه سمو الاميره رجب بيه وصل ومستني سموك تحت في السلملي. طب اسبقني انت قاعد، انا هحصلك دلوقتي. نويت يا نوراي؟ بعد بكرة الصبح إن شاء الله. بالسلامة يا حبيبتي، ربنا يهنيكي مع جوزك وابنك وأبويا كمان. أبوك مش هيبطل يطب عليك يشوفك ويطمن عليك، ومش بس كده، أي لحظة تحس فيها أنك محتاجاني هي ديتها تليفون هتلاقيني عندك بعد ساعتين ثلاثة. وعوض إزاي؟ تعوضي يا نوراي السنين اللي أنت ضيعتها علي يا بابا، حرمتني فيها منك من قربك وعطفك وحنانك ليا. مش بخاطر يا بنتي، انت عارفه الحكايه كلها. ايوه يا بابا انا عارفه، بس انا قلت يعني ان انت بعد ما رجعت مش هنبعد عن بعض ابدا، هشوفك كل يوم هنعوض السنين اللي احنا اتحرمنا فيها من بعض. نوراي لو عليا انا مش عايز ابعد عنك لحظه واحده، بس هنعمل ايه؟ حياتك مع جوزك وضرورة وجودك جنبه أهم من أي مشاعر أنانية، يبقى مفيش حل غير إن احنا نستحمل شوية بعد. احنا ياما استحملنا. إذا كنت تقدر أنت تبعد أنا ما أقدرش. طب الحل إيه؟ هو إيه؟ هو تكوني بتفكر إنك أنت تروحي مع فتح الله يومين كده كفر الشيخ عشان ترضيه، وبعدين تزن على دماغه تاني وتقولي له أرجع المحروسة؟ لا يا بابا لا، انا نويت افضل هناك على طول ما هو عايزني جنبه. عين العقل يا بنتي، امال بتقولي ان انت كمان تيجي تعيش معنا في كفر الشيخ؟ انا اعيش معاكم في كفر الشيخ ليه؟ لا بس يا بابا شغلي تجارتي وبيتي
ايه اللي خلينا اسيبهم واعمل فيهم ايه؟ الوكاله دي يعني هقفلها ولا ابيعها واسرح العمال اللي بيشتغلوا فيها وبياكلوا منها عيش؟ بعدين انا اعمل ايه في كفر الشيخ؟ انا لا ليا هناك لا معارف ولا قرايب ولا اصحاب ولا سكن. وفى انت بس وانا هلاقي لك حل لكل اللي انت شايلهم عشان خاطري يا بابا. ما مش هقدر اوافق دلوقتي، انا لازم افكر كويس واقلبها في دماغي. اديكي ردي لما اجي اسلم عليك قبل ما تسافري. صعب يا رجب يا اخويا، وصعب علينا احنا كمان اكتر منك. احنا ما صدقنا ان الدنيا مزنن عدل ولقناك وسطينا. كفايه بقى السنين اللي بعدت عننا فيها وضاع فيها شبابك وشبابنا. انا معاك يا حسان، بس الغلبانه دي ما هي كمان اتحرمت مني وما صدقت لقيتني. ما اقدرش دلوقتي ابعد عنها واحرمها مني تاني. لا يا رجب يا اخويا، المره دي هي اللي بتبعد مش انت. ومع ذلك عايز تهد عيشك وتهجر تجارتك عشان تروح وراها. طب سيبك منها، انا ذات نفسي مش مستعد اتغرب عن ناسي وجاري وكل اللي ليا في الدنيا، لكن في نفس الوقت ما اقدرش ابعد عنها. دي هي النور اللي بشوف سكتي وايامي على ضيق. انت اخيرك يا هوبر، مين اللي هيعشيني؟ تجنبتها رجلتها ولا فاكر عشان اعمل لي فيها مكذوب ولابسها ابيض اخضر ومساكل شومه انك هتسوق الاستهبال وترمي جتتك على الخل؟ سيبه يا رجب يا اخويا سيبه، ده الشيخ الششتاوي راجل مبروك وكله بركه. سيبه يا حسان سيبه، ده جاهل ومعذور. انت اللي هتعشيني لحمه راس ومنبار. ايه ما بتاكلوش ليه يا سادة يا كرام؟ سرقتك يا شيخ ششتاوي. وانت؟ لا باكل في بيتي. من امتى لك بيت يا غريب الدار انت؟ وايه اللي جابك جار الحسين؟ وانت طول عمرك سواح في بلاد الله لخلق الله، رجلك حفيت على الطريق بعد ما تقطعت حبال الوداد وغابوا الاحبة. تعرفني منين؟ تعرف عني ده كله ازاي يا ضلالي؟ مدد مدد يا ابن بنت الحبيب مدد. غلبان غلبان وجاهل ولسه بتعافر، عايز تشوف وش الدنيا بعد ما ادتك ظهراه؟ روح روح يا رجب يا ابن منصور الاليلي وقول للبنيه بلاش بلاش تتبع ابن الحسيني وتروح وراه البراري. البراري سداح مداح والديابه كتير والشر لابد في شطوط الهيش. دي نصيحتي وغيرها مفيش. مدد مدد يا حسين مدد. فات الراجل ده حسين هو واحد من اهل الطريق، يغيب يغيب ويظهر فجأة من تاني. الناس بيستبركوا بيه لكن في نفس الوقت بيخافوا منه، لانه ساعات بيفاجئهم بحاجات كلهم يخافوا منها زي حكايتك دي دلوقتي. بس انا بقى ما بخافش، وحكايتي دي يعرفوها ناس كتير، انا بنفسي حكيتها لكل اصحابي وانت اولهم. الا حكايه البنيه اللي عايزك تنصحها انها ما تروحش ورا اللي اسمه ايه ده. البنت اللي حكيت لك عنها يا حسين. بنتك؟ والمكذوب ده يعرف حكايه بنتك منين؟ إيه؟ وده اللي انا بفكر فيه دلوقتي. ما تفكرش كتير، حاكم المجاذيب دول بيلف كل بلاد الدنيا عشان يسمعوا ويسمعوا. عموما يلا بينا نقعد شويه في حبس سيدنا الامام، نصلي لنا ركعتين ينفعونا. صفية اتأخرت قوي. الغايب حجيته معايا ابي. ايوه دي حتى ما اتصلتش بالتليفون. وبعدين انت ما رحتيش معاها ليه؟ بصراحة بقى انا شايفة انه ملوش لزوم. بعدين قبل صفية رجعت وهي الوصيفة الاساسية بتاعتها. بعدين مش هنبقى اتنين يعني. ايوه بس نوراي هانم قالت لي ان الاميرة بتحبك جدا ومتمسكة بيكي. والله هيبان النهاردة لو عدم مروحي بقى خلاها تتخانق وتزعق وتشخط. هنشوف دلوقتي صفية تيجي وتقول لنا. صفية هانم وصلت. مساء الخير. مساء النور. ايه اتأخرتي ليه كل ده؟ برضاي لطيف، الزيارة طارت خالص. بصراحة نوراي النهاردة لما شافتني كانت طايرة بيا من فرح طير، وكل ما اجي اقوم تمسك فيها وتقعدني وتقول لي والنبي قبل صفية انا مسافرة بعد بكرة كفر الشيخ، اقعدي معايا شوية. اللي قولي لي صحيح يا روي، انت ليه ما رحتيش النهاردة للسراي؟ دي برنسيس كزمات كانت زعلانة جدا، كنت هتخني معايا بسببك يا شيخ. مبروك يا ستي،
اتثبتي. ايه بتضحكوا على ايه؟ لا انا هم غير هدومي وارجع لكم تاني عشان استوكوا وشوف فيه ايه. طيب احنا مستنيينك. ها جالك كلامي؟ اللي اقول لي يا ابي، هو انا ممكن اصرحك بحاجه؟ اه طبعا، اذا كنت ما تصرحينيش انا هتصرحي مين تاني؟ ده انا اخوكي، وبعدين انا عايزك تقولي كل حاجه بصراحه. انا اخوك الوحيد. حضرتك مش اخويا الوحيد وبس، حضرتك في مقام بابا بالظبط. معلش يعني كنت كبرتك في السن شويه. خلصيني هاتي اللي عندك. هو ليه حضرتك اصريت تقدمني للبرنسيس الكبيره ابقى وصيفه ليها؟ يعني هو الحقيقه الوصيفه دي تتمناها اي واحده هانم او اي واحده انسه، وبعدين انا حبيت انك انت يعني تختلطي بعائلات الامراء والناس الهاي كلاس، يمكن تصادفي انسان يعوضك عن ايام العذاب والصدمه اللي اتصدمتيها. ما انا قلت كده برضو. ايه انا قلت حاجه غلط؟ لا ابدا، بس صعبتها عليا قوي. في ايه يا رغد؟ اللي اقول لي هو الحاج رجب مش بيزورك ليه؟ رجب؟ هي انا ما سالتوش، الراجل يعني يمكن مشغول في تجارته ومع العيله بتاعته، لكن ايش دخل عائشه في ام الخير؟ انا بسالك سؤال تقومي تحوديني على حاجه تانية خالص ملهاش اي اجابه. الله، ماله رجب؟ مالك يا راويه، في ايه؟ مفيش حاجه، انا اسفه يا ابي، عن اذن حضرتك. غريبه من جهه، لا تكون بفكر في رجب، تبقى مصيبه. ادخل. لمؤسسة البيت. الحاج رجب العليا اللي بره يا فندم. اتنين قهوه بسرعه على الريحه، واحده ليه وواحده ليا. ها اتفضل اندهله. حاضر يا فندم، اتفضل يا حاج. السلام عليكم. اهلا عليكم السلام ورحمه الله، اشرقت الانوار يا استاذ. طمني الاول الله يكرمك، في اخبار الناس في السرايا ايه؟ ايه ولا حاجه، كلهم كويسين. مالك قلقان ليه؟ بسبب الطريقه اللي جبتني بيها. الاقي واحد جاي لي من طرفك في طلعه النهار وبيقول لي جناب وكيل الدايره عايزك حاله. الله، وفيها ايه دي يا اخي؟ اقعد كده واتلم مال. اولا على حد علمي انت ما عندكش تليفون، ثانيا لو عندك انا ما عنديش نمرته، والا كنت اتصلت بيك وعافيتك من القلق بتاعك ده. خلاص يا بيه، نراتك التليفون اهو كده مظبوط. لازم تعرف كل اللي انا بعمله ده، عايز اطمن عليك. اما غريبه يا جناب وكيل الدايره، بقى الشحتفه دي كلها علشان تطمن عليا. طبعا يا اخي، ما هو مفيش حل تاني غير كده. وبعدين قول لي بقى، انت بقالك قد ايه قطع رجليك عننا؟ عدتش الايام يا لطيف بيه. 45 يوم بالتمام والكمال. مش مقصوده طبعا انا، بس اتلخمت في توضيب الوكاله حبتين. طب قول لي بقى يا شريك، انت بتتضايق ولا بتخاف من زيارتنا في البيت؟ خاف ازاي؟ يعني لا سمح الله هتضايق او اخاف من ايه يعني؟ طيب قول لي بقى، انت ايه رايك في اختي راويه؟ رايي في يعني اختك؟ طب انا بمناسبه ايه السؤال ده؟ وحدي رايي بأمارت ايه يعني؟ ده انا ما كلمتهاش كلمتين على بعض، وبعدين ما شفتهاش الا وهي بتقدم الشاي او القهوه. على العموم اللي باين في نظري انها بنت ناس طيبين وفي غايه الادب والاخلاق. عظيم، ما فكرتش تتقدم لها؟ جرالك ايه يا لطيف بيه؟ الله، اذا كنت فايق او رايق وعايز تتسلى، انا بقى مش فايق ورايا اشغال. سلام عليكم. استنى القهوه يا حاج. وقعتش في الفخ يا رجب. لا تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حالنا عن الاشياء ماشية ورضا. هو ابن ادم ريشة طايشة في قضاء، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. تعمل صواب تاخد نصيبك ثواب، وحسابنا عند الله في يوم الحساب، وحسابنا عند الله في يوم الحساب. والصبر طيب، الصبر طيب.
بحر الحياة متاهات وبر النجاة في الغيب طايحة بما رياح القدر في ايدينا دفة تحدد الاتجاه وعجل يهدينا نفادي الخطر ونشك سكتنا في قلب الطباب والصبر طيب الصبر طيب صبر طيب لكل ده المكتوب.